واحد من العناوين المهمة لعام 2024 يمكن بيلخصوا هذا العنوان اللي موجود في واشنطن بوست، اللي قالت انه 2024 ليس فقط عام الانتخابات، في إشارة انه الانتخابات الأمريكية، ولكنه عام كل الانتخابات، وبتقصد به انه يعني أكتر من انتخابات هتكون موجودة في العالم. نقدر نقول أنه نص سكان الأرض، بنقول أكتر من 4 مليار شخص في 75 دولة، هيكونوا أمام صناديق الاقتراع. من بين الدول دي المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، روسيا، الهند، تركيا، إسرائيل. إحنا اخترنا 3 دول من هذه الدول نناقش الانتخابات فيهم، وإزاي هذه الانتخابات هتأثر علينا وعلى المنطقة. خلينا نشوف ونرجع لكم.